تناقلت تقارير عالمية أن روسيا يمكن أن تعلن حالة التعبئة العامة وأن تسمي صراعها مع أوكرانيا حرباً، لأنها حتى الآن تصف ما يحدث بالعملية العسكرية الخاصة. فماذا يعني هذا المصطلح؟ التعبئة العامة هي تحويل القوات المسلحة الوطنية إلى حالة الحرب أو شبه الحرب، وإعادة بناء اقتصاد الدولة ومؤسساتها وقدراتها ومواردها المادية والبشرية وقوانينها لتوفير حاجات حرب طويلة لتحقيق أهدافها. حتى نفهم أكثر، لنأخذ نموذج أمريكا بالحرب العالمية الثانية. بعد هجوم اليابان على ميناء بيرل هاربر عام 1941 أعلنت أمريكا دخولها الحرب، لكنها كانت تعد للتعبئة العامة قبل ذلك بعام، فأقرت قانونا قبل الهجوم يلزم من أعمارهم بين 21 و45 بالخدمة العسكرية، فأصبح قوام جيشها 10 ملايين جندي. وفور الهجوم أضيف تطوع 5 ملايين جندي. 15 مليون جندي عدد كبير تطلبته الحرب لكونها على جبهتين الباسيفيكي وأوروبا، ولأن التعبئة العامة تتطلب توظيف مقدرات المجتمع كلها لصالح الحرب. أقر قانون عام 1942 سمح للنساء بالخدمة في الجيش لكن في صفوف الاحتياط ودون ممارسة مهام قتالية. قمنا بمهن إدارة الراديو والإشارات وقيادة سيارات الإسعاف، علما أنه لم يسبق للنساء دخول الجيش سوى لمهنة التمريض. بالأربعينات كانت العنصرية ضد الأمريكيين الأفارقة بأوجها، ولكنهم قبلوا في الجيش لأول مرة ووصل عدد المجندين منهم لمليون. لا يخدمون مع البيض بل لهم وحداتهم الخاصة. حتى الأمريكيون من أصول يابانية خدم منهم ما لا يقل عن 33 ألفا، معظمهم بالترجمة. قلنا في البداية إن التعبئة تتطلب إعادة بناء اقتصاد الدولة ومؤسساتها لتوفير حاجات الحرب. لهذا أسست أمريكا إدارة إنتاج الحرب، متبعة نظام التكلفة والمكافأة المعتمد على التعاقد مع مؤسسة لإنتاج مستلزمات الحرب مقابل أرباح. فقامت المصانع الأمريكية بإنتاج 3000 طائرة، 100 ألف دبابة، حتى إن بناء سفينة حربية استغرق 14 يوما بدلا من 335 يوما. وتخيلوا أن مصانع فورد الشهيرة تخلت عن إنتاج السيارات وأنتجت قنبلة B-24 كل ساعة بدلا من السيارات. كل هذا رافقه حملات للتقليل من استهلاك الوقود والسلع الكمالية وزراعة الحدائق المنزلية بالخضار والفاكهة، وتوجه 85 مليون شخص أسبوعيا لمشاهدة أفلام أنتجتها هوليوود لتمجيد الحرب وأهدافها. حتى كارتون دونالد داك استخدم كأداة لحث الأمريكيين على دفع الضرائب. كلفت الحرب أمريكا 340 مليار دولار، ما يعادل 4 تريليونات دولار بحسابات أيامنا، لكن النتيجة ولادة أمة صناعية قوية منتصرة. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب، لايك وتفعل الإشعارات.